البداية من القاهرة، أريج بدر الدين مصرية بدأ شغفها بالتفاصيل المعمارية منذ صغرها، فدرستها وتفوقت فيها ليصبح مشروع تخرجها ضمن أفضل مشاريع التخرج بالعالم، تخيلوا، الذي يعتمد على إحياء الحضارات وينقسم إلى جزئين. الأول ثقافي متحفي يعتمد على رؤية الآثار في المراحل المختلفة التي مرت على مصر، والآخر ناطحات سحاب. نتعرف على قصتها. بسعي البنت المصرية واجتهادها هتوصل للي عايزاه، ما فيش عائق للبنت المصرية غير ان هي تجتهد وتحاول هتوصل. أريج بدر، مشروعي The Secret of Egypt من ضمن أفضل مشاريع تخرج على العالم. اختيار مشروعي من أفضل مشاريع على مستوى الجامعات على العالم ده كان بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي، حلم بالنسبة لي، كنت مش مصدقة إن حاجة زي كده تحصل. يعني كان نفسي جدا ينزل على الويب سايت وإن هو يكون واجهة ومحطة للأنظار، الناس كلها تشوف إن في عندنا حضارات إزاي، يعني كمان بلفت النظر للحضارات المصرية وتاريخ مصر كمان. يعني أنا كان نفسي أعمل مشروع يجذب السياح ويبقى مبهر، أنا كان نفسي قوي أعمل مشروع مبهر ويبقى مختلف. طبعا دي أكتر حاجة كنت بدور عليها. لما دورت وشفت ممكن أعمل في مكان فين، قلت ممكن أعمل في طنطا. طنطا مكان مختلف، مش الناس بتروحه أكتر حاجة للسياحة، يعني خصوصا إن طنطا فيها آثار، فليه ما استفدتش بده. سميت المشروع اسمه The Secret of Egypt، قسم جزئين، جزء متحفي ثقافي ان هو يبقى بيشرح حضارة مصر وتاريخ مصر كلها والحضارات اللي مرت على مصر كلها، والجزء التاني سكاي سكريبر ان هو يشوف بقى طنطا من فوق شكلها عامل ازاي، البيوت بتاعتها، التراث بتاع طنطا القديم، يعني ازاي هتعملي حاجة ضخمة كده في طنطا، برضو الستايل بتاع المشروع مودرن، فانتي عاوز تعملي حاجة كده في طنطا. كنت عايزة اعمل حاجة مختلفة ومبهرة، شايفة ان الناس ممكن تيجي تتصور جنب المبنى ده زي اي مباني هي اللي بتشد الناس تيجي للمكان ده، مش لازم يبقى فيها حاجة أثرية عشان آجي، لا ده ممكن يبقى مبنى نفسه هو اللي بيشد الناس إنها تيجي للمكان. كستاف بيبقى باين عندنا مين منور كده في النص وسط الطلبه، فبنبتدي ان احنا نشتغل عليه. يبقى مثلا الجامعه عندنا بتوفر ورك شوبس، نبتدي نعمل سيلكشن لناس معينه، يلا هنروح ورك شوب، نبتدي نشتغل عليهم، نقوي شخصيتهم. اريج كانت صبوره، يعني لا ده مش كويس علشان كذا، لا مصره، حاضر المره الجايه هتلاقوني جايه عامله كذا، فعندها فكره الاصرار ان هي مش علشان في حاجه عندي فيها مشكله استسلم وارفع ايدي ولا خلاص، لا بنكمل وبنقعد نشتغل على نفسنا. فدي ميزة ودي أهم حاجة في أي حد عايز يبقى ناجح. المسابقة نفسها فكرتها انها معتمدة على تبادل الثقافات ما بين الدول، وان احنا ازاي اخر ابديت في العمارة كان وصل لايه. النجاح بالنسبة لي ان انا احط هدف قدامي واحاول احققه، ان انا عايزة اوصل لحاجة وعايزة يعني اوصل فكري لكل الناس واوصل حضارة مصر دي، تبقى نوري الناس ازاي مصر. يعني كمان حابة قوي فكرة الكوبريت بالحضارة المصرية بالذات. كنت مبسوطة، يعني مبسوطة جدا بالتعليقات الإيجابية، دي حاجة بسطتني بالناس، والناس كانت بتشجعني وإيه ده بنت مصرية بتحاول وتخش وتشجع، ده حسيت إن تارجت حلو قوي إن البنات نفسها تتحاول إنها توصل وتسعى وما يبقوش خايفين. في نفس الوقت كنت باخد أي بقى انتقادات، لو انتقاد سلبي أو أي حاجة على
المشروع ده كنت باخدها ان ده حفظ ان انا اعمل حاجه احسن وابقى احسن. بالعكس بحب اخد كمان الانتقاد ان انا احسن من نفسي. السوشيال ميديا كانت بالنسبه لي خطوه مهمه جدا، ان هي ساعدت في انتشار المشروع، ولقيت الناس كلها حابه انها تتفرج على المشروع، ولقيت ايه ده مين قريش، فده كان مشجعني جدا ان انا اشرح للناس كمان ايه فكره المشروع. اسرتي كانوا فرحانين جدا بيا، كانوا يعني فخورين بيا الحقيقه، يعني كانوا حاسين ان اخيرا يا ريت انت سعيتي وحاولتي وكده، فربنا بيديكي يعني على قد تعبك. كمان حابه قوي اشكر دكاترتي على ان هم برضو شجعوني جدا، وكانوا طول الوقت يعني اريج لا اعملي كذا، لا ما تعمليش كذا، كانوا دايما طول الوقت بيشجعوني ان انا ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملهوش، واخد بالي من ايه في المشروع. ويعني كان دي اهم حاجه، يعني ان الدكاتره كانوا دايما مساندني وبيشجعوني. الواحد ما بتبقاش هي احسن حاجه، لا ساعات بنمر بحاجات كتيره بتوقع الواحد شويه، بتحاول تاني ترجع تقوم، فده خلى الواحد يعني خلاني انا لا عايزه احاول ان انا اعمل حاجه احسن، ما استسلمش للحاجات اللي وقعتني او ضايقتني، لا انا هحاول اعمل حاجه احسن واحاول اثبت نفسي واطور من نفسي واوصل لحاجه زي حاجه كويسه زي ما انا عايزه. وده ساعدني ودالي حافز ان انا لا استمر وابقى مصره جدا ان انا اوصل واطلع مثلا من الاوائل، وبعدين اقدر ان انا اخش في مسابقات كتير واحاول اكسب. اول مسابقه كسبت فيها كان مفروض اعمل لوجو لاحدى الشركات، ودخلت فعلا من وانا صغيره فكره الحضاره، وكان تاثيري بالحضاره الفرعونيه خلاني اعمل لوجو ليه دعوه بالاهرامات وابو الهول، وفعلا عملته وكسبت، وكان عندي 13 سنه واحتفلوا بيا وعملوا تكريم، كان حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. وبعد 10 سنين الحمد لله ان انا يعني يجي حاجه زي كده تاني. يعني حبي للحضاره والتاريخ المصري والحضارات الفرعونيه والاسلاميه والتراث خلاني برضو افكر ان انا اعمل ده بشكل عصري في تصاميم للاثاث. عملت تصاميم ليها دعوه ازاي احيي الحضارات بشكل عصري مختلف، في ان انا اخد الرموز بتاعتها واحولها واجردها لشكل فرنيتشر يبقى حاجه مكمله في المعابد في المساجد. نفسي يعني يكونوا موجودين في كل الحتت دي. طموحاتي مش هتقف خالص ان شاء الله يعني على كده بس، لا انا نفسي احقق حاجات كتير. حلمي ان انا اعمل مباني مختلفه تكون الناس كلها بتتكلم عنها، ان يبقى المباني ليها بتحكي ثقافات الدول العربيه ومصر كمان، الحضارات اللي مرت بيها، يعني فكره الحضارات وتعلقي بيها حابه يعني ابينها للعالم كله. من احلامي كمان ان انا اكون معماريه معروفه وشاطره، واقدر ان انا اعمل حاجات بتكلفه مباني بتكلفه بسيطه للناس اللي كمان ما عندهاش القدره الماديه، ان يبقى في كمان المباني فيها استدامه، اقدر ما يبقى في يعني زيرو انرجي، ما يستهلكوش طاقه كتير المباني نفسها، وتبقى كلها من مواد طبيعيه. في حاجات كتير نفسي احققها.